لما اذبح واحد ارقص كذا عادي حتى لو ابلع سنايب، ما كنت ماخذ الموضوع جد. لا والله صادمه. ما ادري. الله ياخذ ابوك، الله ياخذ ابوك يا كلب. غدرني، كنت كذا واقف وطلع وراي قاعد اكسر موارد، طلع وراي. شوف البوت بس قاعد يعمل سبراي الكلب، والله انه نوب بس حظ المنوب يا اخي. هلا يا ابن الكلب شو خرعني، الله ياخذ ابوه. لا لا مو تلتد شو وات، كيف هذا قاعد يزمن هنا يا اخي؟ ايش في امك انت؟ ايش فا ايش فيك؟ ايش فيك تبغى تنجلد؟ خلاص انجلد يلا موت يا ورع. واحد اعطاني 290 هيد شوت سنايبر، والله العظيم. واحد ثاني عندي 10 ذبحات وواحد ثاني قدامي لو، والله شكلي بجيب 13 ذبحة او اكثر او اقل مدري. والله حرام ضدي قليلين، ضدي بس 3 حرام والله، اتمنى لو كان في اكثر. والله من ما يعرفون يبنون يا رجل، ايش ذا؟ بلوت الكل تبعي اقول بس عطني الكل تبعي، عطني اللوت. لا لا مو ارمي الشد اذا اللوت بري. ثواني ثواني خلي اجلد هذا النوب، ثواني ما يعرف ايش قاعد يسوي اقسم بالله. ايش فيه؟ يلا عطني الكل تكفى، عطني الكل تكفى، عطني الكل تكفى، ابغى الكل. واحد مات، ثاني مات، عندي 12 ذبحة وضدي الأخير يا شباب. يلا 13 كل بيجي القم إن شاء الله بيجي. عندي 12 وعندي الأخير، والله حرام كان ممكن كنت أقدر أجيب أكثر وكذا. الأخير عم أشوفه أتوقع. أو دمجته 120. يلا خلاص جي جي، آخر ذبحة هو هذا. ولوب يا اخي ايش المنوف يا شباب؟ ايش ذا؟ اي بفوز. يلا الحين قاعد يرمي لي اسلحه ما ادري قاعد يلو. يلا خلاص موت موت بس. ليتس جو بيبي، 13 كيل يا حبيبي، جيم خرافي يا ولد، جيم اسطوري يا حبيبي.